اهلا بحضراتكم من جديد. الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي بالاهرام ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ اوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي وحشتني. انت اكتر. ربنا يخليك. غصبا عننا بقى الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك حبيبي وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان يا رب ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ اوسي. الدوري اتحسم ولا لسه؟ الدوري اللي اتحسم. الدوري المصري. دوري لا، ما الدور ما طلعش غير 8 ماتشات يعني. انا عايز اسالك عشان النجمه بس ده حاجه اولا دلوقتي. يعني فين بعد بدات بعد يقول لك الاهلي حسم الدوري وكلام يعني غير لا يعني بعد بيقول لك ان الاهلي حسم الدوري وبعد بيتحدث عن ان الزمالك خلاص خسر الدوري يعني وكان الدوري يعني محصور فقط بين الاهلي والزمالك وناسين ان في فرقه اسمها المقاولين العرب عندها 22 نقطه، فرقه اسمها الاتحاد عندها 20 نقطه، وناسين شوكات والزمالك ما زال احنا او اي فريق ما زال له طموح. حتى الان الاهلي لما يلعب سوى 8 مباريات صحيح حقق العلامه الكامله 24 نقطه، لكن المشوار ما زال طويلا. كويس. احنا بنتكلم في 34 اسبوع المسابقه كلها، الاهلي لعب منهم 8 بقى 26 اسبوع. يعني انت بتتكلم في كم رهيب من النقاط، يعني حتى ما حققناش حتى 50% من النقاط. فهذه نغمه يعني انا شايف ان هي نغمه يعني ليست بريئه من وجهه نظري. مش بريئه. طبعا الهدف منها ايه يعني؟ لا يعني الهدف منها ان خلاص يا النادي الاهلي خلصت الامور بالنسبه لك والفرقه وبتاع والامور ترتاح. طب ما لا قدر الله لو حصل اي دروب في النادي الاهلي ما الدنيا هتتغير خالص والامور هتتغير خالص يعني. يعني لو بصينا السنه اللي عدت طبعا مع الفرق ان النادي الاهلي مختلف عن الاخرين يعني. لو بصينا السنه اللي عدت ان الاهلي كان بعيدا فعلا متاخر ب 10 نقاط. الزمالك ده متاخر ب 10 نقاط وقد يزداد 12 نقطه، المفروض يبقى 12 نقطه يعني فرق بينه وبين الاهلي، حال ان الاهلي كسب الاهلي ما زال ليه مباراه اقل من الزمالك يعني. كان متاخر ب 10 نقاط والكل كان يؤكد ان الزمالك بطل الدوري من الاسبوع العاشر او الاسبوع ال 12 او بعد نهايه الدور الاول، انا الزمالك بطل الدوري والامور انتهت والقضيه خلصت وان الاهلي لو نجح في الوصول الى المربع الذهبي يبقى ده شيء عظيم بالنسبه له. الامور اختلفت تماما. صحيح ان الاهلي مختلف ولديه اصرار ولديه عزيمه ولديه فرص ولديه حاجات كتير جدا وتاريخ وروح وحاجات يعني غير محدوده ووراء جمهور عريق واداره منظمه، كل ده يخلى الاهلي جه من بعيد وقلب كل الموازين وخد البطوله. صحيح فرق كتير جدا ما توفرلهاش ده اللي الاهلي بيعمله او ما يقدرش اللي الاهلي بيعمله، لكن لا يجب ان ينخدع النادي الاهلي او الجهاز الفني او اللاعبين او الاداره او الجمهور او اي حد بان البطوله انتهت وان العمليه محتاجه استرخاء ومحتاجه هدوء ومحتاجه عادي جدا تكسب ماتش تعادل ماتش تخسر. لا الكلام ده طبعا مرفوض تماما. الدوري ما زال الدوري لن يحسم الا اذا كان طبعا القاعده اللي احنا كلنا عارفينها وكلنا حافظينها ان لما يكون عدد نقاطك اكبر من عدد المباريات المباراه المتبقيه مقارنه بالمنافسين، في هذه الحاله فقط تستطيع ان تقول رسميا ان النادي الاهلي حسم الدوري. ما دون ذلك انت بتتكلم في اكثر من 70 نقطه يعني ما اقرب من 72 نقطه، حاجه يعني مهوله جدا يعني رقم مهول جدا. ممكن تحصل حاجات كتيره جدا ما حدش عارف المشوار ممكن يحصل فيه ايه. فهذا امر مرفوض تماما وامر غير مقبول. الدوري ما زال في الملعب وما زال في عمق تحت الملعب كمان مش في الملعب يعني. يعني كيف المسابقه تنتهي في الاسبوع الثامن او الاسبوع التاسع منها يعني او الاسبوع العاشر يعني واخد بالك. هناك منافسه قويه. لماذا لا ينافس المقاولين العرب مثلا وهو بشكل ممتاز حتى لو كان حتى لو كان عدد مباريات اكبر؟ لماذا لا ينافس الاتحاد السكندري؟ لماذا لا ينافس الزمالك؟ يعني اي حد يجي يعني دول الثلاثه الاقرب اللي انا ذكرتهم يعني. الاخرون ابعد يعني الى حد ما. ممكن يرجع امبارح فاز بيراميدز ممكن يرجع برضه. بيراميدز من الفرق الكويسه وفرق مميزه وعندها لعيبه وعندها فرقه عندها شخصيه وحاليا بيتولى امورها الكابتن زيزو وهو اكثر درايه بامور الكره المصريه. وارد جدا انه يرجع ويقدر يرجع يعني بشكل كويس جدا يعني. النادي المصري بعيد جدا من المفاجآت اللي حصل السنه دي. كابتن ايهاب جلال امبارح فاز 1-0 على الجيش بالظبط تقريبا يعني بقى 11 نقطه تقريبا كان 8 نقاط. طبعا النتائج لا تناسب الكابتن ايهاب ولا تناسب النادي المصري، لكن في النهايه دي نتائج محظوره. فاللي عايز اكد عليه لا الدوري انتهى فوق ولا الدوري انتهى تحت، لان انت لو بصيت من الـ من الـ من المركز العاشر للمركز ال 18 فرق 3 نقط فعلا. وعندك الـ بعد كده الاربع فرق برضه بيلعبوا في 3 نقط. اللي فارق الوحيد المركز السادس كده او الخامس تقريبا الاهلي. الاهلي عنده 24، المقاولين عنده 22 فرق نقطتين مع فرق المباريات. لكن انا في النهايه انا لا اعول يعني يعني مش المثل بيقولوا ما تصطادش سمك في ميه يعني ولا يعني انت مش ضامن النقاد ياخدها ولا لا. بالظبط العصفور ما زال على الشجره بالزبط. فهل امسكت به ام ما زال طائرا يعني. صحيح النادي الاهلي الان يعني او هذه المرحله او في هذا الموسم يعني ممسك بقبضه حديديه على كل المباريات وبيحقق نتائج مميزه. صلاح اتعرض لازمات وعقبات كتير جدا في الطريق. اهم الازمات ان في لعيبه مهمه جدا عندك بتصاب وده ممكن يحدث خلل في اي فريق.
وممكن يعرضك لأزمات كتيرة جدا، وممكن يعرضك لضغوط كتيرة جدا. الجهاز الفني قدر يعوض، قدر يتحرك، قدر يعمل كوادر جديدة، وده اللي كان بيشتغل عليه فاينر من الأول، إن أنا دوري فمحتاج ال 30 لاعب يكونوا شغالين معايا عشان أقدر أستعين باللعيبة، فده مهم جدا إن احنا نشتغل عليه أو النادي الأهلي شغال عليه. فنغمة مرفوضة ونغمة مالهاش أي أساس، والأمور لازم تمشي كويس. كان لازم نبتدي بالجزئية دي في الحقيقة عشان الناس تبقى يعني مركزة كده، ونفخ إن شاء الله ما حدش يقع فيه، لأن أمر مهم جدا إن شاء الله بإذن الله الأهلي يحسم بطولة الدوري السنة دي مع توالي المباريات، لأن لسه بدري، إحنا في أول 8 أسابيع. لكن أنت بتقيم النادي الأهلي إزاي على مدار الفترة اللي فاتت يا أستاذ أوسي؟ أنا بقيم الأهلي، يعني الأهلي منذ الفترة اللي تولى فيها فايلر الأهلي يعني لم يعني مباراة وحيدة هي اللي خسرها في دوري الأبطال قدام النجم الساحلي، وهذه كانت مباراة ليها ظروفها وليها الأخطاء اللي كلنا عارفها فينا والخطأ اللي حصل. يعني ما دام ذلك الأهلي ماشي بشكل جيد وشكل قوي، طبعا عنده 3 نقاط، وإن شاء الله بكرة أو يوم السبت هيلعب مع بلوتونيوم، وبعد كده عنده ماتش مع بلوتونيوم، دول 6 نقاط حال ما الاهلي يحصل عليهم يقدر يعدل اوضاع كتير في المجموعه، وبعد كده يتفرغ لمواجهته مع النجم الساحلي ومع الاسنان. اما في الدوري فالفريق يصير بامتياز امتياز طبعا بامتياز بامتياز، يعني مع مرتبه الشرف لغايه دلوقتي. يعني الاهلي ماشي بشكل قوي، شكل مميز، بيأدي في اداء في نتائج، 8 مباريات 24 نقطه يعني علامه كامله وانطلاقه عظيمه يعني وهايله يعني. وفوق ده محقق 23 هدف، ده دليل عن الفريق بيلعب وبيهاجم، هجوم قوي، اقوى هجوم في المسابقه حتى الان، اقوى دفاع برضه في المسابقه حتى الان، هدف وحيد اللي هو جه في مباراه اسوان. فالفريق بيصير بشكل قوي، شكل مميز، صحيح في بعض الاوقات بيحصل اهتزاز في الاداء، لكن يعني سرعان ما الفريق اثناء المباراه يعدل وضعه. حتى الاهتزاز ده بيبقى طبيعي، طبيعي يعني، ما انت بتتكلم ما فيش، لا لا طبعا، ما هو ده مش هيحصل يعني. بقول لك كمان ان لما يغيب عندك لعيبه ممكن يعني، ولما تكون لعيبه من العيار الثقيل يعني، لما يغيب رمضان صبحي، لما يغيب السليه، لما يغيب احمد فتحي، لما غيب ربيع، يعني في ناس كتيره جدا بيبقى ليها بصمات كتيره جدا، مع تقدير كبير جدا طبعا محمود يعني، عندك محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، واحد اهم اللعيبه ليس في الاهلي بل في مصر طبعا، واخد بالك، كون انك تفقد هذا اللاعب وما زلت محافظ على اتزانك وثباتك وادائك بشكل كبير جدا، فده دليل انك انت في فرقه بتلعب بشكل جماعي وبشكل قوي وشكل منظم وشكل يعني محدد هدفها وماشيه نحو الهدف ده. ان اي فريق بيحاول يعرقلك، مش يعرقلك يعني، يعني اي فريق بيحاول، طبعا فايلر لعب خلاص قدام الناس كلها، البعض يرى ان فايلر بات مكشوفا يعني، او النادي الاهلي بات مكشوفا امام الجميع، وفاهمين الخطط وشايفين الاهلي بيلعب ازاي، لكن من يستطيع ان يواجه هذا الهجوم الاحمر، هذا الاداء الاحمر، هذا الضغط الاحمر، هذه القدره على المثابره في النادي الاهلي طول الوقت. يعني لو بصينا لماتش النادي الاتحاد، انا اقول لك ان الشوط الاول كان من الاشواط الاقل تقريبا بالنسبه للنادي الاهلي في المسابقه لغايه دلوقتي، لكن يظل تركيز النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واصرارهم ورغبتهم في الحسم، ان الهدف ياتي يعني في الوقت الضائع كعاده الاهلي في كل شيء. ده يعني الاهلي التركيز حتى لاخر مركز حتى الشوط الاول، يعني ده حتى يوم دقيقتين وقت بره الضائع تتحاسب فيهم كورنر يتكرر 3 مرات فيحصل الهدف يعني. فده دليل دي الفرقه ودي الشخصيه وده الكبير، وبعد ذلك يتتوالى الاهداف تباعا وتصل النتيجه 4-0 في مباراه كانت في غايه الصعوبه في الشوط الاول، وانا كنت شايف ان المباراه هتبقى صعبه لان نادي الاتحاد من الفرق القويه والفرق المميزه، والاهم دايما في الاتحاد شخصيه المدرب اللي بيدير الفريق طبعا. والكابتن طلعت يوسف مدرب يعني مميز. مخضرم طبعا. يعني مدرب مخضرم له باع طويل في التدريب واكيد درس الاهلي جيدا وتعامل مع الاهلي بشكل قوي وشكل جيد، وضغط على الاهلي كتير وقدر يعني لحد ما يعني يوصل ل 45 او 46 دقيقه بلا اهداف. شفنا قبل كده حرس الحدود لما طبق مع الاهلي الطريقه الدفاعيه الكامله اللي هي الطريقه يعني اللي هي 10-0 انت بتحط ال 10 قدام 11 بقى بالجون بالجون مع الجون وراهم يعني 11 بالجون 11 موجودين تقريبا في 30 ياردة، ولكن النادي الاهلي قدر مع ده يحسم احد الاسلحه واحد الطرق اللي التصويت، فهتدافع هتهاجم يعني، لو هاجمت الدنيا بتتفتح والاهلي بيخلص، لو دافعت برضه الاهلي عنده حلوله، فالفريق ماشي بشكل قوي بشكل مميز يعني، ما حدش يقدر يقول حاجه الحقيقه يعني. لكن طبعا طموحات جمهور الاهلي كبيره جدا في الفرقه انها تكون اقوى من كده مرارا وتكرارا، وطموحات جمهور الاهلي الاكبر كما هي طموحات اداره النادي الاهلي اللي هي الهدف الاكبر هو دوري ابطال افريقيا الذي يتمنى النادي الاهلي العوده ليه بعد غياب من 2013 يعني. علشان كده بقى انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ اوسي، هل مستوى الاهلي في بطوله الدوري مقياس للي احنا ممكن نشوف عليه الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ طبعا
طبعا هو الدوري بتاعنا يعني انا شخصيا ضد ان اي حد عمال يقول لك ان الدوري بتاعنا ضعيف. الدوري ليس ضعيف. الدوري قوي. كون ان الاهلي بيحسن وطبعا بقى البعض بيحاول يظهر لك ان الدوري ضعيف دايما كده لما الاهلي يبقى مسيطر وفارض قوته ومحقق انتصاراته في كل المسابقه يقول لك الدوري ضعيف. لو الاهلي تراجع يقول لك لا ده دوري قوي جدا وبتاع يعني فالاهلي قوي لان الاهلي فرقه بتحلق في منطقه مختلفه عن الاخرين وعشان عنده اهداف مختلفه وعنده جاب مدرب مختلف ومميز رغم انه هجم في البدايه عنده لعيبه بتحقق الاهداف عنده كل الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي فالنادي الاهلي فيه فرق كبير جدا لكن لو بصيت لبقيه الفرق والمسابقه هتلاقي ان المنافسه شرسه وقاتله تلاقي صراع عنيف على المركز الثاني 22 بين المقاولين وبالاتحاد صراع عنيف بين الزمالك والمقاصه على مركز الرابع ومركز الخامس صراع عنيف على المنطقه الدافئه في السابع والثامن من العاشر حتى ال 18 صراع يعني ولا اشرس من كده بين 10 فرق بيلعبوا في ثلاث نقط ثلاث نقاط بيطلعوا يعني اليس هذا دليلا على قوه يعني ما هي قوه المسابقه يعني احنا بنشوف مباريات قويه جدا ومباراه صعبه جدا وفي بعض المباريات الاهلي بينتزع الفوز بشق الانفس انا انتزع الفوز اللي هو الهدف الاول أيوة. انك بتواجه صعوبات كتيره جدا وبتواجه طرق دفاعيه شرسه جدا لكن عشان انت قوي عشان انت منظم عشان انت عندك تحركات عشان انت عندك افكار خارج الصندوق بيلعب بيها فايلر السنه دي ده صنع لك فرق كبير جدا فالدوري ليس ضعيفا بالعكس الدوري هذا الدوري لو كان متواجد فيه الجمهور بكامل قوته كنت هتتفرج على المستوى وتتفرج على الشكل وتتفرج على الاداء البعض يعني مش عارف دايما البعض يقلل من الدوري المصري احنا يعني شايفين انا اداء كويس واداء قوي انا ضد هذا الامر يعني في البطوله قويه وبتصير طيب بشكل هل قوي هل احنا نقدر نطلع في فريق النادي الاهلي نجم للمرحله اللي فاتت ولا بص انا هقول لك يعني قبل كده كان دايما الاهلي بيعتمد على سوبر ستار موجود هو دايما المنقذ او واحد او اثنين بيكونوا منقذين اللي عمله فايلر دلوقتي في النادي الاهلي اعتمد على الجماعيه في الفريق جماعيه الفريق فالنجم هو الفريق النادي الاهلي واخد بالك طبعا كل اللعيبه اللي في الاهلي لعيبه اسماء تقيله ونجوم مميزين اتكلم عن رمضان صبحي عن الشحات عن الشناوي احسن حارس موجود في المسابقه ما شاء الله بيعمل موسم عظيم وبيعمل تصديات غير عاديه لما نتكلم على علي معلول قبل وبعد ما رجع من الاصابه لما نتكلم على السوليه لما نتكلم على اليو ديانج لما بدا ينزل ويظهر ويؤدي بشكل طبعا لاعب قوي لاعب مميز بيؤدي بشكل كويس اعتقد ان مع المباريات اكتر هيكون مستوى اعلى بكتير جدا وما زال عنده كتير وفي جعبته الكثير من المهارات والقدرات لكن اللاعب عنده قدرات بدنيه عاليه جدا عنده برضه قدرات فنيه يعني تحس ان عنده كوره وبيلعب وفي دماغه ويقدر يتحرك بشكل جيد يعني لما تخش في الخط الامامي وتلاقي وليد سليمان والشحات ورمضان صبحي ان شاء الله ربنا يشفيه ويعود سريعا واجايي وبعد كده عندك وليد ازارو ومروان محسن يعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه موجوده غير المجموعه اللي جاهزه اللي موجوده على دكه البدلاء فالراجل قدر يعمل الفريق النجم كويس وانه كله يعني تلاقي ال 24 هدف المفروض منهم لو عندك واحد فريق تلاقي جايب 12 هدف مثلا اكتر حد وليد سليمان اعتقد 5 اهداف يعني من تقريبا وليد جاب 5 اهداف يعني فما فيش اللاعب اللي هو يعني عامل الانفراده بقدر ما ان اللعيبه كلها كتله متشابكه ومتماسكه والفريق بيلعب بروح الجماعيه وبنفس الحماس وبنفس القوه بنفس الاداء الاكثر من لاعب غالبيه اللاعبين سجلوا اهداف يعني ال 24 هدف سجلها غالبيه لاعيب الاهلي عندك عدد كبير من اللعيبه ما بقول لك ده دليل على ان كل لاعيب الاهلي بيكون ليها ادوار هجوميه كما لها ادوار دفاعيه فالامور ماشيه بهذا الشكل وده طبعا شيء عظيم جدا يكون عندك فريق جماعي بيؤدي كله بهذا الشكل وكل اللعيبه عندها الرغبه وعندها الطموح يعني بيفكرنا بعصر مستر مانويل شويه العناصر اللي كانوا موجودين مع مستر مانويل في التوقيت ده يعني كان عندك كابتن محمد ابو تريكه كابتن محمد بركات محمد شوقي سواء الجمعه ناس كتير جدا خطير ما كنتش تقدر تقول مين نجم الفريق ابو تريكه طبعا طبعا كان جامد يعني بركات كان جامد جدا ده لوحده يشيل الفرقه وده يشيل الفرقه وعماد متعب يشيل الفرقه وفلافيو وجلبرتو وعماد متعب لا يعني في عصر كده بيبقى فيه ايه كوكتيل الفريق كله هو النجم وكل اللي فيه نجوم وكل اللي فيه احنا بنكرر العصر ده وكل اللي فيه ولا لسه شويه ما نقدرش لا بص دي مرحله ودي مرحله المرحله اللي عدت كانت مرحله عظيمه مرحله اسطوريه في طبعًا. تاريخ البطولات في النادي الاهلي يعني مرحله لما بتتكلم على مستر مانو جوزي راجل جمع 20 بطوله مع النادي الاهلي وعمل استرد دوري ابطال افريقيا بقوه والسوبر الافريقي وعمل انجازات في كاس العالم للانديه
عملوا حاجات عظيمه جدا طبعا. يعني كان الاهلي محلق في اعنان السماء، الان الاهلي بدا مشوار ده، لكن الاهلي لم يحقق بالزبط. اي شيء من هذا الامر يعني مثل الفيرال حتى الان. بعد كده نقارن او نقارن لما ياخد نفس البطولات طبعا، لما يجيب البطولات بعد بطوله افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله طبعا ده. لكن اللي بيحصل دلوقتي مؤشر على تكوين فريق مستقبل الاهلي، لا سيما ان الاعمار السنيه منخفضه لحد كبير، متوسط الاعمار في النادي الاهلي، فده يعني يطمنك. تواجد بعض عناصر الخبره برضه. اما بقول لك لا، ما ده طبعا مهم جدا يعني، ده يطمنك على ان المستقبل يعني الاهلي ممكن عنده نجوم كبار، وطبعا لهم كل التقدير ولهم كل الاحترام، وهم رمانة الميزان واللي بيعملوا الاتزان في الفريق الخبرات، لكن عنده برضو عدد كبير جدا من الشباب اللي لسه 20 سنه، رمضان صبحي 23 سنه ما شاء الله، محمد محمود ربنا يشفيه، كريم ندفد، عدد كبير جدا من اللعيبه غالبا، السوليه، اليو ديانج، 22 سنه، كل الناس دي بتتكلم في العشرينات، فدي ناس لسه قدامها سنوات طويله جدا في كره القدم ومشوار طويل جدا. ده دليل على ان الاهلي بيبني فريق للمستقبل، يعني الفريق اللي بيلعب بيه الاهلي دلوقتي فريق قوي، فريق مميز، يعني اعتقد ان ده ممكن يحقق بطولات كتيره جدا ان شاء الله. بس المهم التوفيق، والمهم ان ما يكونش في حكام ظلمه زي ما شفنا في على المستوى الافريقي، او ممكن تتعرض لبعض الحاجات على المستوى المحلي، يعني انت وارد جدا ان بعض المستوى المحلي انك بتتعرض في اخطاء تحكيميه بتبقى موجوده ممكن تاثر عليك، بس انت بتحقق نتائج كويسه وبتسجل عدد كبير جدا من الاهداف بتمشي الامور وما بتبانش يعني القضيه. يعني في بعض الاحيان حتى والاهلي ماشي بشكل جيد، لكن بيبقى في انتقادات قويه جدا على بعض اللاعبين، هل شايف ان الامر ده بيبقى في محله في صالح الفريق؟ بص يعني الانتقادات طبيعيه جدا وموجوده، يعني ما فيش حد كامل، يعني الكمال لله واحد. انا بتكلم بس يعني. بتكلم بس من جمهور الاهلي، يعني بتكلم من جمهور الاهلي. بص طبعا جمهور النادي الاهلي وكل حاجه، ما عنديش مشكله، جمهور النادي الاهلي بيبقى داعم للفريق النادي الاهلي في كل الاحوال وفي كل الاوضاع. انا بتكلم على البعض القليل اللي دايما مثلا يمسك لعيب من اللعيبه مثلا يقول لك ايه ده. لا لا لا، بس انا ما بشوفش حاجات زي كده، يعني ساعات بنشوف حاجات شبه كده يعني. من جمهور النادي الاهلي لا، ممكن يكون حد مثلا يعني عايز يعمل الازمه للنادي الاهلي، عايز يهد استقرار الفريق. احنا لازم ننبه على الحاجات دي بس عشان نبقى واعيين. لا طبعا، لا طبعا، دايما جمهور النادي الاهلي عارف انه بقى سبورت للفرقه بشكل غير طبعًا عادي. ده امر مفروغ منه، جمهور واعي، جمهور ذكي جدا، جمهور مركز قوي مع الفرقه يعني، وحتى في غيابه على المدرجات لكن هو اكثر تركيزا مع الفرقه ومع كل همسه ومع كل لمسه موجوده يعني في الملعب. في نفس الوقت مفيش لعيب فوق الانتقاد بالمناسبه، يعني مفيش لعيب، يعني مفيش لعيب بيقعد. ولما حد من جمهور الاهلي بينتقد لعيب معين بيبقى عشان عايز منه الاحسن، عشان طبعا صلاح الفريق. ده صحيح طبعا، وده جمهور وده دور الجمهور، واحيانا الجمهور بيعمل ضغط على اللاعب عشان يرفع مستواه. بالظبط بالظبط، واخد بالك؟ فدي امور عاديه جدا ممكن تحصل. اهم حاجه ان ما يكونش فيه تجريح، ما يكونش فيه اهانات، ما يكونش فيه خروج عن النص وخروج عن المألوف. انا بتكلم على مستوى فني وبطلب من اللاعب ده ان يديني مستوى اعلى من كده يليق بيه ويناسب النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي يعني. دايما لان طموح جمهور النادي الاهلي بلا حدود في الحقيقه طبعا. يعني امبارح كان اول مران لكهربا مع الفريق، بتشوف الصفقه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه للفرقه يعني؟ لا، كهربا من المواهب المعروفه الموجوده في الكره المصريه، وهو واحد من ولاد الاهلي بالاساس طبعا. يعني عنده مهارات وعنده مواهب كتيره جدا، وظهر ده في اكتر من مناسبات يعني، سواء مع الانديه اللي لعب معاها سواء جوه مصر او بره مصر او مع المنتخب الوطني. اعتقد ان من وجهه نظري ان توقيعه وعودته للنادي الاهلي كوم وما سبق ذلك يعني كوم اخر، يعني دي مرحله ودي مرحله ثانيه يعني، لان النادي الاهلي ليه نظام معين، ليه قواعد معينه، ليه معاملات معينه، ليه اصول معينه، ليه مواصفات معينه المفترض ان هي تتواجد في اللعيب. بل ان النادي الاهلي بيغرس في اللعيبه اللي بيجيبها حاجات معينه وحاجات من قيمه ومبادئه ومن اخلاقياته ومن الحاجات المفترض يتصرف بيها اللاعب النادي الاهلي او نجم النادي الاهلي يعني. اعتقد ان صفقه قويه، صفقه ستكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، واضافه قويه جدا لتدعيم الشق الهجومي في النادي الاهلي باذن الله. طبعا يمكن الاهلي اعلن منذ فتره عن انتهاء توقيعه وان هو خلاص اصبح لاعب النادي الاهلي، يبقى قيده ان شاء الله في يناير، تجرى عمليه تجهيز له بشكل كبير جدا، عقدت جلسات مكثفه معه من قبل مستر فايلر وقبل الجهاز الفني في تجهيزات بدنيه واحمال بتجهز ليه، تجهيزات فنيه. ايه الاضافه الفنيه اللي ممكن يضيفها كهربا يا استاذ وسيم من وجهه نظرك؟ والله هو كهربا ممكن تلعب بيه كجناح، ممكن تلعب بيه كمهاجم صريح، يعني الاثنين دول
يعني اللاعب اللي بقى عنده حاجه دي كانه لاعب دبل يعني لاعب مزدوج يقدر يؤدي لك الحاجتين دول في وقت واحد يعني. فحسب حاجه الفايلر لي وحسب توظيف فايلر لي حسب المباراه اللي حسب المباراه اللي لعبها في بعض المنافسات بنشوفها زي ما هو بيوظف اللعيبه دلوقتي في لعيبه تلاقي دي الطرف في لعيب يدخله في الوسط قفشه شوف اتوظف ازاي لما فتحي حمدي فتحي اصيب فطبعا حسب وجهه الجهاز الفني ان يوظفه زي مثلا احمد فتحي لاعب جوكر وبيلعب في مراكز عايده جدا لما حصلت ازمه في ماتش النجم الساحلي شوف لعب في كم مركز خلال هذه المباراه يعني فده هيرجع الجهاز الفني لكن المهم ان هو يكون لاعب جاهز لاعب ملتزم لاعب منضبط لاعب مستعد نفسيا وفنيا لاعب مركز مع الاهلي في حاجات معينه ومش مركز بره الاهلي ولا بره الملعب وبعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي ازمات واعتقد ان ده هيكون متوفر ان شاء الله في كهرباء ونتمنى له ذلك يعني حتى يفيد النادي الاهلي ويفيد نفسه يعني ويعود بقوه نجما كبيرا متالقا ويعود لمنتخب مصر قويا ويكون اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر اللي محتاجه برضو ايضا كتير خلال المرحله المقبله يعني. دايما لما بيبقى في مباراه للنادي الاهلي بحضور الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي في المباراه دايما بنتوقع اداء افضل ونتيجه افضل بالنسبه للفريق. مباراه بلاتينيوم هيبقى فيها عنصر الجمهور وهو العنصر الاهم جمهور النادي الاهلي تحديدا بالنسبه للفريق 10,000 للاسف بس اللي هيكونوا موجودين اكيد نتمنى دايما الاستاد يبقى ممتلئ عن اخره من جمهور النادي الاهلي لكن كيف تتوقع اداء ونتيجه مباراه الاهلي وبلاتينيوم في ظل حضور الجماهير 10,000 يا عم امير نحمد ربنا الحمد لله بس برضه يا رب بس انا عايز ان احنا نثبت على حاجه ونبني عليها ونزودها حلو ماشي يعني كان ده مهم جدا يعني لان احنا كل مره بندخل اعداد وبعد كده بتحصل انتكاسات وبنرجع تاني لنقطة الصفر الكلام ده حصل كتير جدا يعني فأتمنى بإذن الله إن الأمور وأعتقد الأمور بتسير في هذا الطريق في الاتجاه ده في هذا الاتجاه إن في عندنا 5,000 موجودين في الدوري و10,000 موجودين في أفريقيا نثبت عند هذا الحد ونبني عليه ونزود عليه تدريجيا كويس فده يبقى شيء كويس جدا وجود الجمهور عامل مهم وعامل حاسم جدا ومع النادي الأهلي تحديدا لأن النادي الأهلي كلاعيبة وكفريق مرتبط بالجمهور والجمهور جمهور الاهلي دايما مختلف والجمهور بيكون دافع كبير جدا للاعبين يعني صح. يعني الحقيقه انا يعني في بص تواصلات بص بين بص الواحد بص اللقطه يا استاذ اسامه بص الجمهور يعني طب يعني نتكلم في ايه يعني حاجه اللون الاحمر كمان في الملعب يعني. حاجه جامده يعني منظر نفسنا نشوفه تاني حاجه يعني بص منظر ده تخيل دوله موجودين يحركوا الحجر يعني طبعا فين الدخلات العظيمه بص منظر المنظر المقدوم لا طبعا حاجات يعني عظيمه وجمهور الاهلي دايما عظيم وجمهور دايما مشرف ومميز دايماً على مستوى العالم لما تيجي تلعب مباراه بالنسبه للنادي الاهلي والجمهور معاك بتبقى يعني نسبه تفوق ال 50% انت خلاص 1-0 مثلا بالنسبه لك فاهم قصدي؟ يعني حاجه ايجابيه بالنسبه لك اكبر لا 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 بس وجود الجمهور ده وجود الجمهور ده بيضغط على المنافس اول واحد وفي نفس الوقت بيكون يعني باور ليك انت ومساعد ليك انت بشكل طبعاً كبير جدا وفي نفس الوقت وجود الجمهور ده بيخلي كل لاعب يعني لا يدخر جهدا طبعا في الملعب بيدي حماس بيبذل كل جهده وبيأدي الدور اللي عليه بشكل كامل فوجود 10,000 في ماتش بلوتونيوم ان شاء الله اكيد هيكونوا دافع كويس جدا ودافع قوي للفريق ان انتصار لان الانتصار اللي جاي على بلوتونيوم مهم جدا 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 انا قلت لك في 6 نقاط جايين دول يعني مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي انا الفريق طبعا بلوتونيوم 0 من النقاط خسر على ملعبه من النجم الساحلي وخسر من الهلال في السودان ده مش مؤشر ان دي فرقه ضعيفه وياما حصل انخداع في هذا الامر وياما فرق كانت اقل في المستوى وتنخدع فيها وتقول ان انا المكسب مضمون بالنسبه لي وتفاجئ باداء قوي لان الضعيف اصلا يعني اي فريق بيبقى جاي لو شافك انت فريق كبير بيبقى عنده دوافع كبيره جدا ان هو يلعب قدامك فبيبقى الدافع والحافز عنده هو كبير واكبر من الدافع والحافز عندك انت يعني. انت ممكن تبقى عندك ثقه كبيره جدا واستهانه واستهتار بالفريق فما تقدرش تحقق الهدف ودي سحر كره القدم ودي مفاجاه كره القدم انك لا تستهين باحد وانه في قاعده عامه في كره القدم انه لا توجد مباراه سهله حتى تنتهي هذه المباراه ونتيجتها تطلع لنا ونشوف النتيجه يعني. تدريبات فريق بلاتينيوم او سعد تدريبات فريق بلاتينيوم هناك في زيمبابوي اعتقد هناك في زيمبابوي لكن هي مباراه صعبه في كل الاحوال اي ما انا بقول لك اي مباراه صعبه لا تكون سهله الا بعد نهايتها والنتيجه تبقى صح خلصت صح يعني صح لكن عشان تقول لي دي مباراه سهله طب مباراه سهله انت كسبتها لا طبعا لسه ما كسبتهاش فحكايه مباراه سهله دي بتنيم الناس وتخلي الامور هاديه وممكن تقعد تترخى دقيقه بعد دقيقه بعد 10 بعد نص بعد ربع لغايه ما تلاقي الامور مرت منك وياما مباريات سهله الكره المصريه بشكل عام والفرق المصريه تعرضوا لازمات ومواقف صعبه خلالها يعني فمؤكد طبعا ان اللعيبه هتاخد المباراه بجديه لان مفيش تهريج في الامر يعني
طيب استاذ اسامه، عايز اتكلم معاك شويه بعد ما اتكلمنا عن النادي الاهلي، وده دايما بيبقى الملف الاهم، لكن خلينا نتكلم شويه عن منتخب مصر، نتكلم عن اللغط. واحنا دايما في حلقه الخميس مع استاذ محمد القوسي بنحاول نغطي معظم الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع الماضي. يعني تصريحات الكابتن حسام بدري مثلا عملت لغط شويه، البعض قلقان بشكل كبير، مش بعض، الكل دلوقتي قلقان بمصير منتخب مصر والمشاكل اللي بنسمع عنها. لا يعني قلقان بمصير منتخب ازاي؟ قلقان بسبب تصريحات الكابتن حسام بدري ان في مشاكل، لو في حد في مشكله مثلا مع عضو في الجهاز الفني هيمشي، كلام من ده. مستوى اللاعبين في الدوري المصري، انت بتشوف مستوى اللاعبين في الدوري المصري؟ هو يعني ابرز تصريح اللي انا اذكره ان هو قال لك ان انا مش شايف لعيبه في الدوري المصري. ما ده برده من اهم التصريحات زي ما بقول لك. عفوا. ان هو بيقول لك مش شايف. طبعا ده انا من وجهه نظري ان التصريح ده مش موفق، غير موفق فيه يعني كابتن حسام. ما ينفعش مدرب منتخب مصر يطلع يعني يقول لك احنا ما عندناش دوري، ما عندناش كوره، ان ما فيش حد نافع يعني. طب خلاص حياتك، طب يعني ما طب نلغيها ونبطل ونقعد في البيت لو الامور كده يعني. انا شايف ان الامور مش كده ومش بالشكل ده، ولا تقاس بهذه الطريقه يعني. المفروض المدير الفني يحفز اللعيبه ويدعم اللعيبه، حتى لو ما حدش عاجبه يقول ان في لعيبه تحت المنظار، وان اللعيبه الجديده اللي هتظهر ان شاء الله واللاعب اللي هيقدم بشكل بالزبط. قوي ادي دوافع للعيبه. لكن انا يعني امسك سكينه وادبح كل اللعيبه وانهي القصه. طب ما ليه الدوري بيفرز لعيبه، كل فريق دلوقتي فيه اكتر من لاعب مميز ولاعب قوي يعني. فطبعا انا شايف ان الامر ده مش موقف، هو اثار بلبله كبيره جدا واثار لغط كبير جدا. ويمكن مش عارف هل يمكن ان فتره ركود دي بالنسبه للمنتخب كابتن حسام اراد ان يثير حواليه بعض الزوبعات وكان يقطع المنتخب. هل ده بيبقى منطقي يعني لو بيبقى كده؟ لا خالص طبعا مش منطقي طبعا. يعني زي ما قلت لك ان مدرب المنتخب المفروض يحافظ حتى على اللعيب، حتى لما يضم اللعيبه بعد كده تقدر اللعبه دي تلعب وتؤدي بشكل قوي وشكل مميز يعني. طيب اكيد نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري. مش عايزين نتكلم في الملف ده اكتر من كده، لان احنا دايما بنبقى داعمين ومساندين لجهاز الفني لمنتخب مصر، واسم المنتخب دايما بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، لان ده في النهايه منتخب مصر. عايز اتكلم معاك شويه على اتحاد الكوره في ملفين بالتحديد، ملف اللائحه الخاصه باتحاد الكوره، وخصوصا ان مفيش مشروع لائحه تم ارساله للانديه، بس تم ارسال الانديه خطابات يا جماعه قولوا لنا مقترحاتكم بس. هل شايف ان ده برضو طبيعي او منطقي، ولا ايه الامور كانت المفروض تمشي ازاي من وجهه نظرك؟ لا طبيعي ان يتم ارسال لائحه لكل الانديه الاول، مشروع اللائحه الاول. طبعا يعني انا هناقشك فيه، انا ببعت لك اللائحه يعني بعمل مشروع اللائحه كويس. ده سيستم اللي بتعمل في كل لائحه يعني. لما يكون في جمعيات عموميه يعني فالانديه هي الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، فانا بعمل لائحه تخص الجمعيه العموميه او تخص الجمعيه العموميه. طبيعي جدا ان اللائحه دي ابعتها لهم وهم يشوفوها ويقروها، وكل واحد يحط ملاحظاته عليها، هل ملاحظات ايجابيه، هل ملاحظات سلبيه، هل اللائحه دي كويسه، هل اللائحه بتلبي كل اغراض الانديه. ثم اعمل زي جلسه نقاش حوالين اللائحه دي، فبالتالي نقدر نتكلم ونتناقش. اكيد في ناس كتيره جدا عندها افكار لتطوير الكره المصريه ولمصلحه الكره المصريه ولمصلحه المسابقات، تقدر تعمل ده او مصلحه المسابقات في مصر كلها. وبعد كده يتم وضع الصياغه يعني شبه نهائيه للائحه، وتطرح تاني وتشاف يا جماعه خلاص بقى دي اللائحه كده، وبعد كده تعقد جمعيه عموميه وتوافق. ده الطبيعي المفروض يحصل يعني. لكن في احيان بيتم عمل لوائح فوقيه وفرضها. طبعا الامور اللي بتتم بالطريقه دي بتكون امور غير جيده وليس في صالح الكره المصريه وليس في صالح الانديه يعني، وما تؤديش لنجاح يعني. الطبيعي جدا زي ما قلت لك يكون فيها حواليها نقاش من الانديه ومن كل الناس، وممكن تاخد فيها اراء خبراء واراء محللين وناس اساتذه في القانون وفي اللوائح والحاجات دي كلها. كل ده المفروض ان اتحاد الكره الحالي او اللجنه الخماسيه تعمل حسابه. وانا شايف ان الفرصه متاحه للجنه الخماسيه برئاسه السيد عمرو الجنايني ان يعملوا لائحه غير مسبوقه في تاريخ الكره المصريه. ليه يعملوا؟ ليه بقى؟ لان هذه اللجنه ليس عليها اي ضغوطات، ليس عليها اي وعود كويس. ليس عليها اي فواتير انتخابيه، عليها اهداف يعني بس محدده ان هي تنجزها خلال الفتره دي يعني. ما راحوش اتفقوا مع كتله اصوات في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه خليكم معانا في الانتخابات، واحنا لما هنيجي مستحيل هنفرط فيكم. فبالتالي ده مش موجود بالنسبه لهم. فهم يعني متحللين من كل هذه الاشياء. ففرصه ان يعملوا اللائحه لكره القدم في مصر، او لائحه للانديه في مصر، او لائحه يعني يعملوا اللائحه اللي تساهم في نجاح وتطوير المنظومه وتطهيرها من كل العناصر السيئه اللي موجوده فيها.
وتكون لائحه قويه وصارمه ومحدده والامور تكون واضحه فيها يعني. كويس. فاذا اتحاد الكره نجح ان يعمل كده يبقى انجاز بالنسبه له، يبقى انجاز كبير للزمالك. ما نجحش يبقى طبعا، او زي ما الامور بنسمع عنها وبتثير في هذه الايام ان الامور ليست جيده، وان هناك خلافات بين بعض الاعضاء، وان كانت الخلافات في وجهه النظر ليست كارثيه يعني. فنتمنى ان الامور يعني يتخلصوا من كل هذه الاشياء، ونركز في حاجه واحده ان احنا نعمل لائحه من اجل مصر. من اجل مصر، مهمه دي، مهمه جدا، عشان يكون عندنا حاجه محترمه ومسابقه محترمه. مع تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه الاول. والله انا قلت كده يا امير وزعلوا مننا، لو تفتكر عملنا حلقه قبل كده واتكلمنا في الموضوع ده. خلينا نتكلم تاني بشكل عام، لان لما بنتكلم برضو الناس بتزعل. انت ما بتتكلمت كام في صالح الكوره في مصر، صالح الرياضه المصريه؟ احنا لا احنا انديه ولا نملك انديه ولا عندنا حاجه. بالزبط. احنا بنقول انديه الدوري يعني انديه الدوري الممتاز عندك 18 نادي، عندك المفروض المسابقه اللي بعديها تكون على نفس مستوى. يعني يا تبقى 18 نادي يا تبقى 20 نادي، كنا هي تبقى ثلاث مجموعات وكل مجموعه فيها 12 ولا 13 ولا 14 فريق، بتتكلم في من 30 ل 36 فريق بيلعبوا كره، امور ضعيفه جدا بتضعف المسابقه يعني. قلنا نعمل مسابقه على مستوى مصر زي ما في كل الانديه والدول المتقدمه في كره القدم، تعمل مسابقه على مستوى مصر كلها في القسم الثاني، ومسابقه تبقى قويه وتبقى مميزه، ومسابقه ممكن تطلع منها نجوم وهنا تطلع منها لاعبين، ممكن تاخد منها لاعيبه المنتخب لو شايف يعني. لان في لاعيبه كتيره جدا جت من المسابقه دي ومميزين طبعا، منهم حمدي فتحي. حمدي فتحي كان في دمنهور، كان في دمنهور ولاعيبه كتير جدا يعني. لو عدنا بالمناسبه في ماتش اهلي ودمنهور من كام سنه، طيب يعني كان بيلعب طبعاً. كان بيلعب في دوري القسم الثاني، اذا في مواهب وفي عناصر قويه وفي عناصر مميزه، ولو دورت في الاصول الكرة هتلاقي عدد كبير جدا فعلا، لا يقل مثلا عن من 30 ل 35% جاي من مصعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. الاسماعيلي الدرجه الاسماعيلي ياما جاب نجوم من القسم الثاني وعمل منهم لعيبه كبيره جدا يعني. اذا انت شايف ان لازم يتم تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه من وجهه نظرك، ولا شايف ايه؟ ما انا بقول لك انا تقليص، طبعا تقليص مهم. انا احنا خدنا في المسابقات يعني في أيوة المسابقات. لا بس انا كان سؤالي الاول تقليص العدد، لان في ناس تقول لا العدد ما يقلش. العدد يقل الكلام ده، انت كنت شايف ايه من وجهه نظرك؟ لا انا شايف العدد طبعا يقل، لازم طبعا يقل كتير جدا. طب جدا عدد جدا اعضاء جدا يعني. اتحاد الكوره في البند المفروض يبقى موجود في اللائحه الجديده، في ناس بتقول ممكن يبقى 9 اعضاء بالرئيس وناس تقول لك لا لازم يبقى 11 عضو مثلا. اعتقد انا من وجهه نظري ان فكره الرئيس والنائب وامين الصندوق والخمسه واثنين شباب او ثلاثه هي دي الفكره الافضل من وجهه نظري يعني. انت بتتكلم لو خمس اعضاء واثنين تحت السن، بتتكلم في 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 سبعه مع ثلاثه يبقوا 10، يعني من 9 ل 10 اعتقد ده عدد مطلوب، لان عندك مهام كتيره جدا، وعندك فرق وعندك مسابقات وعندك منتخبات وعندك ملفات وعندك لجان، فيبقى الامور بهذا الشكل يعني. النهارده مثلا في خبر معايا من سوبر كوره ان اتحاد الكوره بيدرس الغاء بند ممارسه كره القدم من شروط الترشح لعضويه الجمعيه، رايك ايه؟ لا يعني لا اللي هو ايه؟ ان اللي يترشح لعضويه الجمعيه مش شرط يكون لاعب كره قدم اصلا خالص. انت مع الاتجاه ده؟ لا 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 طبعا، لا مش مع الاتجاه ده. هو كان الموضوع ده نوقش قبل كده وقال لك ده يستثنى منه الرئيس، لان ممكن الرئيس يبقى شخصيه عامه، شخصيه اداريه، راجل اعمال ناجح، راجل ليه تجارب كبيره جدا في هذا الامر يعني. لكن ان كل المجلس ممكن نفاجئ بان المجلس كله ما لهوش علاقه بكره القدم وهو بيدير كره القدم في مصر، تبقى مشكله. اعتقد طبعا امر غير يعني امر غير جيد ومش في مصلحه الكوره يعني. طيب. لابد يكون عندنا ناس كويره بيديروا في الكره المصريه. ليه كويره؟ لان الكويره دول او اللي مارسوا كره القدم او اللي لعبوا كره القدم عاشوا كره القدم، عاشوا ازماتها، احداثها، مشاكلها، خلافاتها يعني اللي نزل في الملعب وشاف ولعب واصيب وجري وتعب، كل دي حاجات التاني مستحيل حتى لو شافها يقدر يدركها او يحس بيها. طب العمل الاعلامي هل يعني من ضمن برضو البنود المقترحه ممكن البعض يكون بيتكلم فيها ان مش شرط يكون عضو مجلس اداره اتحاد الكره، او مش شرط لازم يكون عضو مجلس اداره اتحاد الكره ما بيمارس العمل الاعلامي مع خالص. هذا البند مع الاتجاه ده قلبا وقالبا. ليه بقى؟ لان ما ينفعش انك انت تكون حكم وخصم في نفس الوقت. حلو. المعروف ان الاعلام سلطه ودايما كان بيقول لك يعني احنا حتى عندنا في الصحافه كان بيقول لك الصحافه سلطه روعه، والاعلام اللي احنا بنأديه ده كله صحافه يعني، سواء الصحافه التلفزيونيه او الصحافه الاذاعيه او الصحافه الورقيه طبعا. او الصحافه الالكترونيه، هو كل ما نطلق عليها الاعلام يعني. يمكن اللي عمل تجربه زي كده كان الكابتن عصام عبد المنعم الله يمسيه بالخير، لما مسك رئاسه اتحاد الكوره وهو يعني من الكتاب العظام او النقاد الرياضيين العظام في الاهرام. وقتها خد اجازه من الاهرام
وبطل يكتب في الأهرام، حتى كان آخر مقال كتبه إن أنا يعني مضطر الآن إن أنا أسيب النقد الرياضي، لأن ده يتنافى مع المنصب اللي أنا موجود فيه كرئيس اتحاد الكورة. طب أنا هروح أشيد بقى سمع منها رئيس اتحاد الكورة في الأهرام ولا؟ فهذا الأمر غير يعني مرفوض تماما من وجهة نظري، إن لا يجوز إنك أنت تشوف تبقى إعلامي وعندك برامج أو بتكتب في جرايد وتخش اتحاد الكورة، لأن ما شاهدناه في التجربة الأخيرة كان مهزلة بكل المقاييس. إحنا لو هنتكلم على مصلحة الكورة في مصر، يبقى اللي حصل قبل كده ده كان أمر غير مقبول. بتفاجأ ان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره هو اللي بينفرد باخبار اتحاد الكوره، بيطلع يقول وبيستضيف عضو اخر في اتحاد الكوره، وبيستضيف عضو اخر في اتحاد الكوره وبعد ما يخلص ايه ويجيبه في مداخله مع عضو اتحاد الكوره، وده كلام. وفي الدنيا حاجه كده يعني، فطبعا ده امر ممكن بعض يقول لك ان العمل في اتحاد الكوره تطوعي. لا تطوعي حضرتك يعني، تطوعي ولا مش تطوعي ده حاجه مختلفه. لو حضرتك عايز تتطوع يبقى سيب المهنه اللي انت فيها واقعد تتطوع، لكن الاعلام يتنافى مع العمل في مجال بهذا الشكل. يعني نتمنى ان الامور كلها تدار في مصلحه الكره، ومحدش يزعل من الحاجات اللي هتصب في المصلحه العامه طبعا. يعني كله عايز المصلحه العامه بكل تاكيد. يا استاذ محمد نورتنا وشرفتنا. خلصنا بسرعه كده. نورتنا يا استاذ، ربنا يخليك يا كبير. انا بستمتع دايما بالاداء معاك، ويا رب دايما موفقين، وان شاء الله يكون سبت مبهج للنادي الاهلي. والحمد لله الفتره اللي فاتت كلها كانت مبهجه صراحه على حد تعبيرك طبعا. استاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا في حلقه اليوم كالعاده كل خميس، وكلمنا في بعض الامور الهامه جدا بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبعض الامور الخاصه بالكره المصريه بشكل عام. بكره احنا اجازه طبعا الجمعه، يوم السبت هنكون معاكم في حلقه جديده قبل ساعات قليله جدا من مباراه الاهلي وبلاتينيوم اللي هتكون يوم السبت الساعه 9 بالليل في استاد السلام، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.